تعتبر نفسك اليوم امتداد لرواد الغناء العراقي؟ كانوا يقولون قاسم سلطان مثل الطماطة على كل شيء. بداياتك بتلفزيون الشباب لما كانت المنافسة بالأسماء الكبيرة بالساحة الغنائية. اليوم راح أول مرة راح أغني حصري عليكم التغيير. سهرانين من الضيم ويقولون نتعلم. شنو الضربة اللي ما كسرتك وقوتك؟ قالوا إنه بس تصعد على المسرح راح نبهدلك بالصوت. شوف ايش راح يصير مثل الانتقام. طبعا هاي اول مره اللي قاعد احكي هذا التفاصيل يعني حتى ما حد اللي يزعل خليه يتوكل. انت من مواقع التواصل الاجتماعي وين تجيني فد 10-12 حفله انا كلها من وراء اني السوشيال ميديا. سويت عمليه قص معدن رجع الوزن. انا كنت يعني ادخل المطار يعني يقول لي لازم تغير الجواز. انا اعرف مطربين بالحفلات دائما عركات بحفلاتهم هم استفزازيين بالغناء. حبيبي بعيني لك دمع كلام بقلبي ما سمعه.